أعزائي المشاهدين، معي بداخل الاستوديو ضيف النشرة لهذا المساء السيد أبو بكر آدم إبراهيم، المدير العام بوزارة الاقتصاد بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي. السيد أبو بكر آدم، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم السيد. بعد 3 أيام من المباحثات والمداولات عن اختتام أعمال الورشة للمصادقة على البرنامج الوطني للتنمية، وشهدنا بالأمس انعقاد اجتماع وزاري لطرح نتائج البرنامج الوطني للتنمية، قبل البدء والحديث عن البرنامج الوطني للتنمية نريد أن نعطي المشاهد نبذة عن البرنامج الوطني للتنمية. شكرا بهذا السؤال قد تلينا. البرنامج الوطني هو برنامج يخص كل المواطنين التشحاتيين، هو برنامج وضعته الحكومة ويشمل كل المشاريع على التنمية على الدولة تشحات. نعم. هذا المشاريع هم مشاريع على السكتر بيبليك، المشاريع على السوسيتي سيفيل، والمشاريع على السوسيتي بريفي، أنا السكتر بريفي. نعم. كل هذا المشاريع هذا البرنامج الوطني يشمل كل المشاريع على الثلاثة سكتر. نعم. وهو مؤسس من الريزلتا على البي ان دي الفات 2013-2015، وهو مؤسس بطل من الاو دي دي انا اوني والاجندا 2063 انا يونيو افريكان والبروجرام انا بوليتيك انا رئيس الدوله. نعم. هذا البرنامج هذا الاليما خلينا تمنا البرنامج الوطني للتنمية. نعم. ما هي اهم الاسس التي يرتكز عليها هذا البرنامج؟ البرنامج يرتكز على 4 أسس. نعم. هو الأول الأكس الأول هو الوحدة الوطنية. نعم. الأكس الثاني هو الإدارة الرشيدة. نعم. والأكس الثالث هو الاقتصاد القوي. نعم. والرابع هو الحياة، تحسين الحياة عن المواطن التشادي. نعم. الحياة المعيشية. نعم. برأيك ما الذي يميز هذا البرنامج عن غيره؟ كان هناك برنامج وطني في 2013، ما الذي يميز برنامج 13 من 2017؟ هنا فرق بين البرنامج الكمل عن 2013-2015 وهذا البرنامج. نعم. البرنامج الأول هو برنامج مخصص السكتور بيبليك. نعم. والبرنامج الحصة حاليا الحكومة ماشية فوق باري يخص كل السكتر. نعم. ما بس إلا سكتر بيبليك، والسكتر بيبليك جايد، والسكتر بريفي جايد. نعم. والسوسيتي سيفيل كلها جايد. نعم. إذن برنامج شامل يشمل كل القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وغيره إلى جانب الشركاء أيضا. فعلا في البرنامج الحصة الشركاء هم منهم دور مهم. نعم. مهم بالأخص في من ناحية الاقتصاد. نعم. ومن ناحية تحسين. نعم. البيئة والوطنية. ما هو الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا البرنامج؟ إلى أي مدى يلعب الدور القطاع الخاص دور مهم في هذا البرنامج؟ والله لا 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 الأكس تراه هو أكس الحكومة خلت خاص للسكتر بريفي. نعم. والفينانسيمان السكتر بريفي هو امبورتان في البي ان دي ده. نعم. وشيء واحد جديد في بالنسبه للسيكتور بريفي. نعم. الحكومه بتجيب بين السيكتور بريفي وهيدا. ما عندها برنامج اخر تشارك السوسيتي بريفي السيكتور بريفي وهيدا تشارك. نعم. بس كمشاريع واحده. نعم. الحكومه ما تقدر تقدمها وهيدا. نعم. تمويلها وهيدا. نعم. الا لابد السيكتور بريفي كله يساعدها. نعم. يساهم. تساهم معه. هذا البرنامج بناء بي بي بي. في قبل البي ان دي والفات هذا برنامج ما كان في بلدنا، اول مره يكون في بلدنا. نعم. اذا القطاع الخاص له دور هام في هذا البرنامج. نتحدث عن جمعيات المجتمع المدني، ما هي نسبه مشاركه جمعيات المجتمع المدني؟ نتحدث عن نسبه شات ونسبه جمعيات المجتمع المدني، نسبه القطاع الخاص، وما هي النسبه المتوقعه، النسبه المراد الحصول عليها من الطاوله المستديره؟ والله يا في البرنامج ده السوسيتي سيفيل. نعم. عندها دور مهم بتاعتها. نعم. عندها دور مهم وفعلا قدم لنا مشاريع. نعم. مشاريع مهمه ناقشناها قبل 3 يوم. نعم. وهذا المشاريع فعلا كلها دخلناها في البرنامج الوطني ده. نعم. ومشاريع مهمه وشيء واحد السوسيتي سيفيل. نعم. هم ذاتها بيساعدوا الحكومه للتنميه على البلد. نعم اكيد طبعا. نحن يعني نشوف مش البارتنير حقنا. اكيد.
دورهم هم في 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 مشروع حصل بي ان دي ده دور مهم خالص نوعيت. والسيكتور بريفي الانجاجمون هنا الايتا ده في الاكس ان واكس دي ناصر للسيكتور بريفي ده ميير كونديسيون ستادير اميليوراسيون كليما دي زافير بور كو السيكتور بريفي يتطور. ده في 5 سنة الجايه الحكومه شارع قرار بيكون تاسينير الكليما دي زافير عشان السيكتور بريفي يكون هو يمسك الاقتصاد من الوطن. نعم. مش والنسبة المتبقية تركتموها لل طرحها أو في أثناء الطاولة المستديرة ستنعقد بباريس في 6 سبتمبر. ما هي النسبة المراد الحصول عليها في هذا البرنامج من هذا البرنامج؟ في هذا البرنامج. تم تحديد نسبة مسبقة أم تترك؟ في أنا كل كده ال بي إن دي. نعم. عند 5538 مليار. نعم. ده المشاريع كلها الإجمالي. جميل جمالي. نعم. في المشاريع ده الدولة هي تأنجاجي ب 618 مليار. نعم. والبارتنر البارتنر بيبليك البارتنر تراديشنال مش البنك مونديال اف ام يونيو اوروبيان ولا غيرهم. نعم. هم بيشتركوا ب 1200 مليار. نعم. بعد ذلك الفضل على السيكتور بريفي. نعم. هو بيشارك ب 1600 مليار. حوالي 1600 مليار. نعم. بعد ذلك يكون فاصل يكون جاب على 2081 مليار. نعم. هذا 2081 مليار ده أني نمشي فوقه في باري عشان يفتشوا لنكمل الجاب ده. نعم. وال 2081 مليار دور ده هو جاب بيبليك بس. نعم. ما بريفي. نعم. ما هي النتائج أهم نستطيع تلخيصها أهم النتائج التي خرجت بها الورشة عند اختتامها توصيات و الهدف من الورشة يكون كل نجمة على ثلاثة بارتي. نعم. على السيكتور بيبليك السيتي سيفيل والسيكتور بريفي كلهم يقدموا لنا مشاريعهم. نعم. سمينا اي لجان. نعم. اي مواقع يقدم مشاريع وزارة. نعم. وزارة. نعم. المشاريع ناقشنا فوقها وكل اتفقنا فوقها بعد ده دخلنا في البرنامج تم اعتمادها في البرنامج. نعم. برأيك ما أهم هل تتوافق هذه التوصيات التوصيات والتي خرجت بها أعمال هذه الورشة ليتم عرضها أثناء الطاولة المستديرة؟ ما مدى التوافق بين نحن كالوزارة شيء واحد فريقنا فوق. نعم. بعد ما كملنا الورشة السوسيتي بيبلي السوسيتي بري السيكتور بريفي والسوسيتي سيفيل قالوا هم فرحانين. نعم. فرحانين لأول مرة الحكومة التشاديه تقدم برنامج وتنادي تشاورهم في هذا البرنامج. نعم. وتدخلهم في هذا البرنامج. نعم. ده شيء كان بيجي ما في زمن اول مره يكون في جات. نعم. قبل ده ما كان اول مره هم. نعم. قالوا فرحانين ودايرين بيكونوا شيء زي ده يكون متابع. نعم. اي ما دوله عندها برنامج تنادي تشاورهم ويتفقوا في برنامج يكون. نعم. يكون شيء عام. نعم. ما هي اهم القطاعات التي ارتكز عليها البرنامج أثناء المباحثات والمشاورات؟ أهم أكيد هناك قطاعات كانت لها الأولوية في البرنامج. القطاع المهم في البرنامج زي ما قلت البرنامج القطع الثلاثة والرابعة قطع مهمة. نعم. في هذا البرنامج الآن الفوق هم عندي مشروع أنا زراعي. زراعي. عندي أنا أليفاش الثروة الحيوانية. عندنا هنا ال هنا ال هنا مشروع هنا الشوارع. نعم. ده في الأكس تروى. نعم. في الأكس كات هنا عندنا البيع. نعم. عندنا المياه. نعم. عندنا الصحة وعندنا التعليم. ده يعني أساس هنا ال هنا ال هنا ال هنا ال هنا البلان ناسيونال دي ديفلوبمون. نعم. إذن الثروة الحيوانية والزراعة والصحة والتعليم كلها مدرجة ضمن البرنامج. من البرنامج. نعم. وهم مهمين في البرنامج ده. نعم.
وندور السكتر بريفيل عبدور في هذا بالخاصة الزراعة في هذا البرنامج إن شاء الله. كان معي ضيف النشرة لهذا المساء السيد أبو بكر آدم إبراهيم المدير العام للاقتصاد بوزارة الاقتصاد والتخطيط. السيد أبو بكر آدم إبراهيم شكرا لك على كل هذه التوضيحات وشكرا لقبولكم هذه الدعوة. أشكركم كثير. شكرا جزيلا. بهذا أعزائي المشاهدين هكذا نختم النشرة لهذا المساء، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.